ولمزيد من التحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الداه يعقوب الخبير في الشؤون الأمريكية. ألو مرحبا بك سيد الداه. يعني بتأييد باراك أوباما لكاميلا هاريس، وكما تعلم باراك أوباما بالنسبة للديمقراطيين هو يعد الأب الروحي للحزب الديمقراطي، فإلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك في زيادة حظوظ كاميلا هاريس بالفوز بالانتخابات المقبلة؟ أهلا وسهلا أستاذ أحمد. هذا لا شك سيعطي دفع كبير جدا للسيدة هاريس، خصوصا في أوساط الأمريكيين الأفارقة وفي أوساط أيضا العديد من المناصرين للحزب الديمقراطي، لأن أوباما ما زال يحظى بشعبية كبيرة جدا هو وزوجته داخل أوساط الحزب الديمقراطي، وسمعة طيبة، ويعتبران مرجعية أساسية للحزب. وتأخر كثيرا دعم أوباما، وكان يشكل عائق للسيدة هاريس في حملتها التي أعلنت عن انطلاقتها، وهي التي لم تحصل بعد على الثقة وأن تكون مرشحة رسمية للحزب الديمقراطي، لكنها الآن وضعت أولى أقدامها على العتبة عندما دعمها أوباما صاحب الشعبية الكبيرة جدا. نعم سيدي، ده تحدثت عن أن أوباما تأخر، وهذا بالفعل ما هو مرصود وظاهر للعيان، وهنا أتساءل ما هي الأسباب التي جعلت أوباما يعني يتململ في هذه أو في هذا التأييد، حتى أنه حينما أعلن عن تأييده لكاميلا هاريس لم يأتي عبر مثلا مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر إعلان أو منشور هنا أو هناك، لكن كان عبر اتصال هاتفي منه ومن زوجته، والتي لها يعني موضوع آخر ربما يتسع الوقت الحديث فيه، ثم يتم تصوير ذلك وتسويقه. ما الرسالة هنا؟ وكأنه نوع من الإخراج السينمائي التشويقي للمواطن الأمريكي، وهذا التأخر ربما لديه أسباب عديدة، أولها أن أوباما ما زال لديه نوع من الإحراج من بايدن، الذي تقول الكواليس بأنه غاضب جدا من أوباما، وأنه كان من الأشخاص الذين نصحوه بأن لا يترشح للانتخابات الرئاسية، وكذلك أوباما تعود دائما أن يعطي رأيه في المرشح في الانتخابات الماضية للديمقراطيين عندما يتم حسم ترشحه بشكل نهائي من الحزب الديمقراطي، لا يريد أن يحسب على أي معسكر أو أي تخندق معين داخل الحزب الديمقراطي، خصوصا أنه دائما الشخصية التوافقية بين الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي. هذه الأسباب تطرح، وأيضا هنالك أسباب أخرى كانت تطرح، أن السيدة ميشيل أوباما كانت من الأسماء المرشحة للترشح للمنصب الرئاسي في هذه الانتخابات، وربما تم تأجيل هذا الخيار ربما للانتخابات القادمة، ولديها قاعدة شعبية كبيرة جدا تتكي على شعبية أوباما، وكذلك على مسار أنهما عائلة محترمة بعيدة عن صورة بالفعل العائلة. سيد ده هذا ما كنت أريد أن أسأله لك في السؤال القادم فيما يتعلق بدور زوجة باراك أوباما ميشيل أوباما في انتخابات 2028، وأن أوباما يبحث لها عن دور سياسي، وكما تعلم أوباما كان سياسي محنك واستطاع أن يفوز بدورتين رئاسيتين، استطاع أن ينجز فيهما الكثير وهو ذات شأن كبير لدى الأمريكيين. هل تتمتع ميشيل أوباما بنفس المقومات التي يتمتع بها زوجها أم ماذا؟ على الإطلاق لا تتمتع بكاريزما أوباما ولا بشخصيته السياسية القوية جدا، لكن حاليا تبني نفسها وتريد أن تدخل مضمار السياسة. ميشيل أوباما كانت دائما الزوجة الصالحة التي تظهر مع زوجها في المناسبات، وكانت أقرب للعمل الاجتماعي والعمل الخدماتي أكثر، لكنها حاليا تحاول أن تدخل عوالم السياسية من حيث التعلم لإلقاء الخطاب السياسي وعلى
على الزيارات وعلى التحالفات، وأعتقد أن أوباما يعدها للانتخابات القادمة فعليا، وتتكي على شعبية الأفارقة السود في أمريكا وبقية الإثنيات. وحاليا دعمهما لهاريس يعطيها ثقة ويؤكد بأنها فعلا هي المرشحة التي ستحظى ببطاقة رسمية كممثلة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة. يعني نحن أمام هيلاري كلينتون جديدة يعني في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أمام هيلاري، لكن أمام سيدة محظوظة جدا وظروف تخدمها كلها. هاريس الآن الظروف تخدمها، حاليا هي أول سيدة تشغل منصب نائب الرئيس، وربما ستكون أول سيدة أيضا تصل إلى البيت الأبيض. هيلاري كلينتون كان تاريخها ملطخ سياسيا كونها كانت من العائلات السياسية التقليدية في أمريكا، كانت زوجة كلينتون وبعد ذلك شغلت منصب وزير الخارجية وغيرها من الأمور التي أخرجها ترامب في تلك الحملة الرئاسية أمامها فيما يتعلق بالحرب على ليبيا والملفات الخارجية وتلقي أيضا أموال. ربما هاريس إلى حد الآن ما زالت نظيفة اليد وهي قادمة من مضمار القانون كمدعية عامة ودخلت الحياة السياسية حديثا، وبالتالي الظروف تخدمها بشكل كبير جدا. أخيرا سيد الدا، يعني في أوائل شهر أغسطس القادم ستعلن يعني كاميلا هاريس عن نائبها، ما هي أهم الشروط التي ستحرص كاميلا هاريس ومن خلفها الديمقراطيون على أن تكون في نائب الرئيس القادم؟ أستاذ أحمد، أنا أعتقد رسميا أنه شابيرو حاكم بنسلفانيا هم يحرصون على أن يكون نائب الرئيس من ولاية متأرجحة وأن تكون لديه شعبية كبيرة ومقبول لدى المواطنين في هذه الولايات، وصاحب هذه الصفات كلها تتسم وتوجد في شابيرو في بنسلفانيا، لذلك بدأ اسمه يطرح بقوة، ويريدون أن يركزوا أيضا على العرق الأبيض في اختيارهم لنائب الرئيس من أجل أن يكون هنالك نوع من التوازن وأن يحظى بشخصية تحظى بالاحترام في هذه الولايات المتأرجحة التي عادة ما تحسم السباق الانتخابي الأمريكي. على كل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من واشنطن الداهي عقوبة الخبير في الشؤون الأمريكية، شكرا لك.